وكل عام وانتو أقوى وأنقى. تعاملك هو بينك وبيننا، فصن لسانك وبصرك وعقلك عن كل ما يلوث صيامك. من حقك انك تعيش حياتك مثل ما بدك، انك تكون حر، شريطة ان لا تؤثر حريتك على حرية الآخرين. شهر الصيام ليس شهر صيام فقط عن الأكل، أن تصوم، أن تصوم عن الظلم والتعدي والاستقواء على الآخرين، يعني أن تصوم عن الغيبة والريبة والشك والحسد والغضب، أن تصوم عن كل ما يجرح مشاعر الناس وكل ما يستبيح أعراض وحياتهم. لا يكفي أن تصوم عن الطعام وتقول اللهم إني لك صائم، علما أنه إلك وإلنا رب يحاسبنا جميعا. لهيك صيامك وبينك وبين ربك. اللهم عاما وعمرا دون حزن ودون فقد ودون جرح ودون صدمة بعد، دون كسرة خاطر ودون طعنة صديق أو من ظنناه يوما أهلا للحب. اللهم آمين. السلام عليكم متابعين ديالنا الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو وانتم في تمام الصحة والعافية. مشاهدين ديالنا العزاز، غبرت عليكم هاد اليومين ولكن ماشي لخاطري. شنو تدري مع المشاهدين؟ ها المشاهدين يتوحشوك. انا كنتوحشهم، ولكن كتجي شي حاجه اللي فوق الاستطاعه، ما عندنا ما نديرو. الحمد لله والشكر لله على كل حال. تدري مع المشاهدين؟ المشاهدين نور كتقول لك انا بطاله، كتحمق على الرياضه. كل مره كتبقى دير الرياضه غير في الدار وكتقول لك انا بطاله، انا بطاله. تعري يديها وتقول لك انا بطاله. يلا قول لهم انا بطاله. انا بطاله. يلا زيدي هكا باش تباني. يعني انت يا بطاله؟ فين البطل؟ فين لها العضله؟ ايوه انت هي قالك عارفه العضله فين كاينه. يلا دري مع المشاهدين. المشاهدين هي بس بابا نشوف لبابا، بابا نشوف لبابا باي باي. صافي دغيا باي باي. متابعين ديالنا الاعزاء، نتمنى تكونوا راكم بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكه بصحيحه وسلامه والهنا وراحه البال، وباش كتمنوا ان شاء الله ما خاصكم حتى شي خير. وخليكم معنا متتبعين حميد. تعطي شي تحيه للمشاهدين. المشاهدين ديالنا الاعزاء من تما، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى يدخل علينا وعليكم العواشر ديال شهر رمضان بالصحة والسلامة إن شاء الله وبركة البال. وهذا ما نقول لكم مشاهدين ديالنا الأعزاء، وشكرا لكم. شنو؟ شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينة، والله يحفظكم. تكلم لبنتك. شنو؟ قالك أجي لهنا نبان باش تبان. نبان زعما بنتي؟ شتي هادي راه الوردة، هادي ما شاء الله الحبيبة، هادي هادي راه الوريدة ماما، هادي راه الحبيبة، هاد الحب والحنان. هادي كتخليني حتى كنكون مشغولة وكتجي تقول لي تي نسيتي عطيتنيش الحب والحنان. ها الحب اختي والحنان، وكل شي الحب والحنان ديالي انتيا، هي الحب وعنقيني انتيا. قولي لي انا بعيكة ماما. انا بعيكة ماما. بزاف ولا شوية؟ شوية. ولا غير شوية؟ بزاف غير نسات بزاف. واش شوية ولا بزاف؟ بزاف غير نسات بزاف. بزاف بزاف. دابا هي ما كتعرف لا شوية لا بزاف، اللي قلتيها الاخرى هي اللي كتقول. حيت مسكينه مازال ما كتعرفش. الحمامه ديالي معلص معلص. كتعرف ولا ما كتعرفيش؟ معلص. انا اختي بالبيجامه. ها انتيا شتي؟ قول لهم انا بالبيجامه. بالبيجامه. ها كبرتي ولا مازال ما كبرتيش؟ كبرت. دابا بنتي صلاه على النبي عليها يا ربي، راها في هاد الايام عندها عيد الميلاد ديال 3 سنوات. انا مبقيتش عاقله حتى فوقتاش، قيل شي 3 شهر 4 يمكن. عليك 3 في شهر 4. 3 في شهر 4 عندها عيد الميلاد هاد الحبيبه هادي. هادي يمكن 3 في شهر 4 والله ما بقيت عاقله مزيان. يجيها نهار غادي يجيها في رمضان. رمضان يجي ياك. وعيد ميلاد سعيد. عقبال 100 عام. عقبال 100 سنه. تكوني شي حاجه كبيره في المستقبل. قولي امين. امين يا ربي العالمين. ربي العالمين. فمو المتتبعين ديالي الغاليين، خليكم معايا وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى حتى نكمل لكم الفيديو، ونتمنى تبارطاجيو ومع الحباب والاصدقاء ومشاهده كامله. وشكرا لكم والله يحفظكم. وان
تبارك الله عليكم. هي اختي تاعي كتعطيكم الصحه. وكنا فيما مشينا نديوكم معنا. يلا متابعين ديالنا خليكم معنا مشاهدين. متابعين ديالنا العزاز دائما انا مع هذا الصالون واحلى معاه. دائما انا وهذا الصالون في الهوا سوا. مع الوليدات راكم عارفين المتتبعين اللي عندها الوليدات. حسنية كل مرة تخمل ياك حسنية. وي داك مع الدراري كيكرفصو. إوا الحمد لله اللي بقينا ما نخملو. الحمد لله. كتر خير الجواد. هذا ما كان. لاباس عليكم هذا بس دابا يا ماما زرع صالو. أنا راه عندي مع داكشي ديال التخمال والسياق وداكشي. عندي معاه في الحقيقة. مع النظافة. النظافة من الإيمان. نزرع ماما الصالون سلام ويا بنتي راه كتجمع مني حتى مسكينة. لالا نويويرا هي هي لالا نويويرا كتخمل مع ماماك. اه. اثنين هما شتك غير داير يدك من مور ظهرك وحيد يدك من مور ظهرك. ما مزيانش اللي كيدير هكاك. ولا انا ما كنعرفش بابا. انا عندي الاونو. ايوا اني انا كنوريك باش تعرفي. هادو راه مازالين عندي منهم غير مازال ما معمرينش دابا نعمرهم ان شاء الله. وعاد كنديرهم. واخيرا يا المتتبعين وجدت الطبله. شوفوا كيفاش جات هكا هابطه. ولكن هاد الطبله هادي ماشي ديال الصالون حيت صغيره وقطعتها على حسب الفوتوي ديال فوس الدار. لان هادي ديال الفوتوي في الحقيقه ماشي ديال الصالون. الصالون ان شاء الله باذن الله دابا ناخذ الطبله ان شاء الله باذن الله مع المود ان شاء الله ناخذ الطبله اللي تكون كبيره ديال الصالون حيت هادي صغيره ما صالحاش في الصالون. هاد الطبله هادي متتبعين ديالي العزاز قلت لكم هذه ماشي ديال الصالون. هذه ما صالحاش الا جلس هنايا ما غتدي ليه الا تدي لنا ما غتدينا. هذه صالحه للفوس الدار. الصراحه كنا معذبين واحد العذاب في الماكله ديال بصح. هذيك الطبله ديال البلاستيك. الطبله ديال البلاستيك اللي كانت عندي فوس الدار كنا معذبين معاها النت ديال بصح. واش كنتي مسد على كانت عاليه غير كانت عاليه عاليه والفوتوي هابط وهذاك السداري اللي منه حتى هو هابط. يعني كنبغيو ناكلو خصك دير المخاد شي كياكل واقف شي كياكل جالس يعني كناكلو معذبين ما كتعرفش حتى الضغمه فين مشات. ما كتلقاش والله العظيم صراحه ما كتعرفش الضغمه فين مشات. ولكن الحمد لله دابا منين قطعنا رجلين ديناها للنجار قطع لها الرجلين الحمد لله. دابا جربتها لهيه في البارح تعشينا عليها جربتها لهيه في مع الفوتوي جات خطيره. هذه هي ديال ديك البلاصه ديال الماكله هذيك الميكا فرتك تمها حيدتها درتها ليه في المدخل ما بقاتش صالحه لان واحد العذاب اللي كتعذبنا بزاف. شوفوا شحال هذيك دابا غير ديال البحر بحال دابا في مسجد البحر واحد يمشي ولا عنده الطوموبيل. واش اللي ما عندوش الطوموبيل غتدي معاك هذيك في الطوبيس. الله يسهل علينا ندير الطوموبيل ونبقى نديرها في الكوبرا ونجيو البحر. اي والله يسهل الله سبحانه وتعالى. الله يسهلنا ويسهل العمر. كنقول لكم الحلم ديالي هي الكليو في الحمر. يعني متتبعين اللي متبعيني من الاول راه هذه عامين وانا كنقولها كل يوم في الحمر هي الحلم ديال حسنيه فلوغ هي تكون عندي كل يوم في الحمر ونكون كنصوب بها بطبيعه الحال وان شاء الله في اقرب وقت. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفق لك هذا الحلم ديالك ونتمنوا من المشاهدين يبارتيجيو لك القناه ديالك باش تطلع لك القناه ان شاء الله كبير. طلعوا لك القناه دائما كنقول لكم اللي هو وطلعوا لك القناه ان شاء الله يا ربي هوليود سمايل اختي نتمنوا من المشاهدين من الله سبحانه وتعالى ومن المشاهدين العزاز يبارطاجيو لك القناه ديال حسنيه فلوغ وعلاش لا الابتسامه تكون هوليوديه ان شاء الله باذن الله. هذو هما ثلاثه ديال الحلم اللي كنحلم بهم اللي هو هوليود سمايل الطوموبيل كليو الحمر اختي الحمر اللي كيقضي على العمر احبيبتي حتى انت كتحمقي نور وقتاش نشريو الطوموبيل؟ الاثنين ها؟ الاثنين الاربعاء فوقتاش قولي لي فوقتاش نشريو الطوموبيل؟ واش هاد العام ولا العام اللي غايجي؟
هذا ولا اللي غايجي؟ اللي غايجي العام وجي يغزي العام عندي واحد وحده. شحال من عام باقي نشريو الطوموبيل؟ كيقول لك الدراري الصغار كيكونوا كيعلموا هي راه ما كتعرفش شادها حتى هي. قول لي شحال من عام باش نشريو الطوموبيل؟ شحال من عام؟ واش واحد جوج ثلاثة أربعة؟ شحال العام؟ أربعة ستين. وأنا مال على ستين؟ كانت ستين عام، ستين عام أختي ما بقى لنا ما شريت الطونوبيل ساعة نبيعوها. ليش فلوس عندنا؟ عندنا فلوس؟ شنو من أختي شي طونوبيل عندك الفلوس؟ فين هما الفلوس؟ عند بابا. عند باباك؟ عند باباك غير كيتسيبو ما تعرفش. ايوا الله يسلب الرزق كلشي قريب عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا المتتبعين حنا غيضحكين وفعلا الحلم كنحلموا الحلم فابور ما كنخلصوش عليه نحلموا والكمال على الله سبحانه وتعالى. اي واحد عنده شي حلم دائما يبقى متشبت به حتى يوصل له ان شاء الله. وغير الانسان كيخصو يعطي وكيخصو يخدم وكيخصو يوقف الوقفه ديال النيت ديال بصح باش انه يقدر يحقق الاحلام ديالو. وما حدنا في الدنيا كلشي ممكن وكلشي في يد الله سبحانه وتعالى وربي لقى الشيء يكون فيكون في ظرف ثانية. والحمد لله والشكر لله على كل حال. وخليكم معنا متابعين ديالنا الغاليين باش ندير هذه في وسط الدار باش ندير هذه الطبله هذه في وسط الدار ان شاء الله. راه الماكله دابا عاد كنعرفوا الدبه فين جات. قلت لحميد ايوا سكتي مسدع. قلت لحميد دابا في رمضان نقيلوا صايمين النهار كامل ونجيو ناكلوا فوق داك الجمل ديال ديك الطبله. كنقول لها انا الجمل والله الا بحال شي جمله عاليه والفوتو يهبط كنا نقولوا معذبين بحال ظهر الجمل. قلت له نبقاو حنا نقيلوا رمضان كامل. قال لي نديروها انا في الصالون. قلت له واش حنا رمضان كامل غنقيلوا صايمين النهار كامل ونجيو نفطروا على الجمل؟ راه بزاف اللهم نقطعوا هذه نديروها ديال الفوتو. وهذه الطبله هذه سهل فيها سيدي ربي الحبيب اللي يسهل في هذا الشيء سهل في الطبله ان شاء الله باذن الله ديال الصالون. وكل شيء قريب عند الله. وبوسه كبيره مني ليكم وراكم دائما في القلب يا المتابعين ديالنا الغاليين. الحب والحنان حتى هي ربي يحفظك يا المتابعين ديالنا. خليكم معنا المتابعين ديالنا الغاليين. كان هذا هو الفيديو اليوم. انا غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم وشكرا لكم على المتابعه. سيدنا يا باش حنا زعما كنا الصالون بعثوا عن هذا الجويل كم مشاهدة هيا بابا هيا بابا نمشي عند المسيدة حالة هدوم صافي قولهم بسلامة عليكم المشاهدين. سلامة بابا بسلامة عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد. باي باي عليكم. باي باي سلامة. وهيدي مش نظرة تشاؤمية ولا هي سلبية. هذا هو الواقع وهي هي الحياة. لازم نوعي حالنا وأولادنا. علموهم أن الغلط غلط سواء للبنت أو للشاب. علموهم أن الرجولة مواقف واحترام للوعود ولهفة للصديق ومساعدة للمحتاج ووقفة عز. علموهم احتواء المرأة لا مسح شخصيتها واحترام الرجل لا الخوف منه. من حق أولادنا علينا. علموهم احترام الكبير وصلة الرحم وقيمة الوقت والوعد ومعنى الكرامة واحترام الذات واحترام الآخرين. علمهم أن الحنية رقة قلب وليس ضعفا ولا خرفنة. أن الأشياء بقيمتها لا بثمنها. علموهم أنك كما تدين ستدان ولو بعد حين. نفهمهم حقيقة الحياة وما نعيشهم بوهم أنه كل الناس منيحة حتى ما ينصدموا لما يشوفوا بعض النفسيات القبيحة